السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله هناخد تشابتر 2 من قصة بلاك بيوتي، هناخد الفصل الثاني من قصة بلاك بيوتي. طبعا درسنا في السابق مقدمة عن الكاتب أو الكاتبة بمعنى أصح، والفصل الأول. اليوم إن شاء الله هناخد الفصل الثاني من قصة بلاك بيوتي وبعض الأسئلة المتعلقة بهذا الفصل. نبدأ الآن ببعض الكلمات المفردات المتعلقة بهذا الفصل. الآن أعزائي المشاهدين نأتي بالكلمات المتعلقة بشابتر 2 من قصة بلاك بيوتي. أول كلمة difficult بمعنى صعب، journey بمعنى رحلة طويلة، light هنا في القصة بمعنى خفيف، bold بمعنى يجر أو يسحب، crossed يعبر، bridge كوبري، field حق، flooded بمعنى فيضان الماء أو تفيض الماء، ثرو من خلال، رود طريق، ريست استراحة، ستورم عاصفة، ريل حقيقي، ويند رياح، بلون تهب الرياح، باست يعبر، وود هنا في القصة بمعنى الغابة، قد تأتي بمعنى خشب، as soon as بمجرد أن، fallen يسقط، in front of أمام، loud صوت، crash تحطم أو ارتطام، close هنا بمعنى بالقرب من، قد تأتي طبعا بمعنى يقفل أو مغلق، go back يعود أو يرجع، dark مظلم، wrong خطأ، stop بمعنى يقف، tried يحاول، safe عكسها dangerous، safe آمن، dangerous خطير، told يخبر، heard يسمع، shouted يصيح replied يرد الكلام، saved يحفظ، river نهر، another آخر أو أخرى، tired متعب أو منهك، enjoyed يستمتع، decided يقرر، drove يقود، feed يطعم، in بمعنى مطعم صغير أو حانة، brushed هنا بمعنى يمشط الشعر، arrived يصل، smoked يدخن، ready جاهز، firefighter رجل المطافي، walking يستيقظ، uncomfortable غير مريح عكسها comfortable غير مريح، although بالرغم من، cuffed هنا بمعنى يكح أو يسعل سعال، filled يمتلئ أو يملأ، appeared يظهر، fire هنا بمعنى حريق، lantern بمعنى فانوس، worried يقلق، frightened بمعنى يخيف، left يترك أو يغادر، collapsed تحطم أو انهيار، amazing بمعنى مدهش أو مذهل. الآن أعزائي المشاهدين التي قرأت chapter 2 من قصة بلاك بيوتي، chapter 2 difficult journeys رحلات صعبة. One morning I was put into a small carriage to take Squire Gordon and John on a long journey for the Squire's business. في صباح ذات الأيام وضعت وتم وضعي في عربة صغيرة
لأخذ سكوير جوردن وجون لرحلة طويلة لبعض الأعمال المتعلقة بسكوير جوردن. I liked pulling this carriage because it was very light and easy to pull. أحببت جر هذه العربة لأن كانت سهلة وخفيفة عند الجر. It was raining when we left and it was also windy. عندما غادرنا كانت تمطر وكذلك كان يوجد رياح شديدة. With many leaves blowing across the road. وكذلك أوراق شجر كثيرة تهب بطول الطريق. On our journey we crossed a bridge and I saw that the water of the river was really high. في رحلتنا عبرنا على كوبري ورأيت المياه كانت عالية جدا في النهر. Many of the fields that we passed were flooded. كثير من الحقول التي عبرنا بها كانت مليئة بالماء. And sometimes I had to pull the carriage through the water on the road. وبعض الأحيان كنت مضطر أن أجر العربة داخل المياه في الطريق. When we got to the town, I had a good rest while Squire Gordon did his work. عندما وصلنا إلى المدينة أخذت طقس راحة جيدة عندما بينما سيد سكوير جوردن أدى عمله. We started to go home late in the afternoon and here and there was a real storm. بدأنا نرجع إلى البيت متأخر بعد الظهيرة والآن يوجد عاصفة حقيقية. I heard the strong wind blowing through the big trees that we passed. سمعت صوت الرياح الشديدة تهب من خلال الأشجار التي عبرنا بها. I will be happy when we are out of the wood, said Squire Gordon. Squire Gordon قال سوف أكون سعيد عندما نخرج خارج الغابة. And as soon as he said this, a big tree suddenly fell across the road in front of us with a loud crash. وبينما يقول ذلك شجرة كبيرة وقعت أمامنا فجأة بصوت ارتطام صوت مرتفع. That was close, said John. John قال إنها كانت قريبة من. What can we do, asked Squire Gordon. Squire Gordon سأل ماذا نستطيع أن نفعل. We can't go forward, said John. John قال لا نستطيع الذهاب إلى الأمام. I think that we'll have to go back home a different way. أعتقد لابد أن نرجع للمنزل بطريق مختلف. So we went back along a different route. رجعنا بطريق طويل أطول إلى المنزل. It was longer and when we got to the bridge it was dark. كانت طويل طريق وعندما وصلنا إلى الكوبري كانت حان وقت الظلام. We started crossing the bridge. بدأنا العبور على الكوبري. But I felt that something was wrong. لكن شعرت يوجد شيء ما خطأ. So I stopped. Come on beauty, said Squire Gordon, who tried to make me cross the bridge. Squire Gordon حاول أن يجعلني أعبر الكوبري. There is something wrong, said John. John قال يوجد شيء ما خطأ. What's the matter, beauty? ما المشكلة, beauty? I knew that the bridge was not safe. كنت أعرف أن الكوبري غير آمن. But I could not tell him. لكن لا أستطيع أخباره. Then we heard a man shout from the other side of the bridge. ثم سمعنا رجل يصيح من الجانب الآخر للكوبري. Stop, he called. قف. The bridge is broken in the middle. الكوبري مكسور في المنتصف. If you continue, you will fall into the river. لو استمريت سوف تسقط في النهر. I see,
جون ريبلايد. جون رد عليه فهمت، اي سي هنا بمعنى فهمت. ثانك يو سير، شكرا يا سيدي. اند ثانك يو بلاك بيوتي كولد سكوير جوردن، يو سيفد اس. سكوير جوردن قال شكرا يا بلاك بيوتي، انت انقذتينا. وي هاد تو تيك انذر رود هوم، كنا مضطرين ناخذ طريق اخر الى المنزل للمنزل. But the wind was less strong. لكن الرياح بدأت تقل حدها. At last we saw the gates of Brentwick Park. في النهاية شفنا بوابة بارك. I was very pleased to be home and enjoyed my evening food because I was very tired. كنت مرهق جدا عدت للمنزل واستمتعت بطعام العشاء لأنني كنت منهك ومتعب جدا. A few weeks later, Squire Gordon and his wife decided to visit some friends who lived about 60 kilometers from my home. They drove Ginger and me about 35 kilometers on the first day. بعد مرور أسابيع قليلة، Squire Gordon وزوجته قرروا زيارة بعض الأصدقاء الذين يعيشون بمسافة 60 كيلومتر. في اليوم الأول سافرنا لمدة 35 كيلومتر. We stopped often before we reached the town where we would stay for the night at inn. Ginger and I were fed and brushed. توقفنا قبل الوصول إلى المدينة في مطعم صغير وتم إطعامنا وتمشيط الشعر لنا أنا وجينجر. We were ready to go to sleep when another horse arrived. كنا جاهزين للذهاب إلى النوم عند وصول حصان آخر. His young rider smoked a cigarette while his horse was brushed. كان صاحبه الشاب يدخن سيجارة بينما حصانه يتم تمشيط الشعر له. I don't know how long I slept or what time it was when I woke up. لا أعرف ما هي المدة التي نمتها وما هو الوقت كان عندما استيقظت. I felt uncomfortable although I did not know why. كنت أشعر بعدم الارتياح بالرغم بعدم معرفتي بالسبب. I heard Ginger coughing and I saw that the air was filled with smoke. سمعت جينجر سعال جينجر والهواء كان مملوء بالدخان. Then I knew that there was a fire. ثم علمت بعد ذلك بوجود حريق. A man appeared with a lantern and tried to take the horses outside. ظهر رجل بمصباح أو فانوس وكان يحاول إخراج الأحصنة في الخارج. We could see that he was worried and this frightened us even more. شعرنا بقلقه وهذا جعلنا نخاف أكثر. None of us wanted to leave although we knew we were in danger. لا أحد مننا أو لا أحد منا يريد أن يغادر بالرغم من معرفتنا أننا في خطر. What would happen to us? ماذا سوف يحدث لنا؟ We did not want to go anywhere. نحن لا نريد أن نذهب إلى أي مكان. Then John arrived. ثم وصل جون. Come on my beautiful horses, walk up please, it's time to go. استيقظوا أحصنتي الجميلة، حان وقت الذهاب. He spoke softly and was so gentle with me that I stopped feeling frightened. كان يتحدث بلطف وكان مهذب ولذلك توقف الخوف لدي. I slowly followed him out of the building and away from the fire. تتبعته ببطء خارج المبنى وبعيد عن الحريق. When I saw that I was safe, I called out for the other horses to leave. عندما كنت في أمان استدعيت الأحصنة الأخرى للمغادرة. Ginger later told me that I had saved her. جينجر أخبرتني فيما بعد أنني أنقذتها. By now the fire was bigger and just as John led Ginger away
from the fire, the building collapsed. الآن أصبحت الحريق أكبر، وعند مغادرة جينجر من المبنى، المبنى انهار. Finally, some firefighters arrived to try to put out the fire. أخيرا وصل رجال المطافي أو الدفاع المدني ليخمدوا الحريق. After many hours, the fire was no more. بعد مرور ساعات كثيرة لم يعد يوجد هناك حريق. When we arrived at the house of Squire Gordon's friends the next evening, everyone was talking to John. عند وصولنا لمنزل أصدقاء سكوير جوردن في المساء التالي، كل شخص كان يتحدث مع جون. It is one of the hardest things in the world to move horses when there is a fire, said Squire Gordon's friend. قال أحد أصدقاء سكوير جوردن أنه أصعب شيء من الأشياء الصعبة في العالم وهو تحرك الأحصنة عند وجود حريق. What you did to help them was amazing. ما فعلته لمساعدتهم كان مدهش. الآن أعزائي المشاهدين نأتي بجزء الخاص بالأسئلة المتوقعة للفصل الثاني من قصة بلاك بيوتي. السؤال الأول: What made Black Beauty's journey with Squire Gordon and John difficult? ما الذي جعل قصة رحلة بلاك بيوتي مع سكوير جوردن وجون صعبة؟ الإجابة هي The weather was rainy and windy. الطقس كان ممطر وعاصف، رياح شديدة. And the fields were flooded. كذلك الحقول كانت مليئة بالماء. السؤال الثاني: Why didn't Black Beauty return Squire Gordon and John home the way they came? لماذا لم ترجع بلاك بيوتي البيت مع سكوير جوردن وجون بنفس الطريق أو من نفس الطريق الذي أتوا منه؟ Because a tree fell in front of them. بسبب شجرة وقعت أمامهم. And later وفيما بعد the bridge was broken. وكذلك فيما بعد الكوبري كان مكسور. السؤال الثالث: Why did Black Beauty stop at the bridge? لماذا توقفت بلاك بيوتي عند الكوبري؟ Because Black Beauty felt that something was wrong and the bridge wasn't safe. لأن بلاك بيوتي شعرت أن في أي شيء خطأ وكذلك الكوبري غير آمن. السؤال الرابع: Why didn't John drive Black Beauty over the bridge? لماذا لم يقود جون بلاك بيوتي على الكوبري؟ Because الإجابة because Black Beauty felt that something was wrong. لأن Black Beauty شعرت أن يوجد شيء ما خطأ. And then a man told them that the bridge was broken. وكذلك أخبرهم رجل أخبرهم أن الكوبري مكسور. السؤال الخامس: How did Squire Gordon feel when he found out that the bridge was broken? ماذا شعر سكوير جوردن عندما اكتشف أن الكوبري كان مكسور؟ He felt grateful to Black Beauty. هو شعر بامتنان لبلاك بيوتي. Because Black Beauty saved him and John from falling into the river. لأنه بلاك بيوتي أنقذته هو وجون من الوقوع في النهر. السؤال السادس: Who started the fire at the stable? من بدأ بالنار أو بالحريق في الإسطبل؟ الإجابة: The young rider who smoked a cigarette. الراكب الشاب الذي كان يدخن سيجار. السؤال السابع: What happened when John came to take the horses out from the stable? ماذا حصل عندما أتى جون ليخرج الأحصنة خارج الإسطبل؟ The horses became calm because John was calm. الأحصنة أصبحت هادئة لأن جون كان هادئ. He could take them out of the stable. استطاع أن يخرجهم خارج الإسطبل. السؤال الثامن:
وهو سؤال نقدي. السؤال هو What do you think John was able to take the horses from the stable؟ لماذا تعتقد أن جون كان قادر أن يخرج الأحصنة خارج الإسطبل؟ Because John was very calm، كان جون هادئ جدا. So the horses stopped anxious، ولذلك توقف القلق عند الأحصنة. السؤال التاسع وهو سؤال نقدي. What do you think that moving horses when there is a fire is very hard؟ لماذا تعتقد أن تحرك الأحصنة عندما يوجد حريق صعب جدا؟ Because horses are frightened by fire، لأن الأحصنة تخاف من الحرائق. السؤال العاشر وهو سؤال نقدي. What do you think that horses wanted to stay in the stable although there was a fire؟ ماذا تعتقد أن الأحصنة كانت تريد أن تجلس في الإسطبل بالرغم من وجود حريق؟ Because they felt safe in the stable، لأنهم شعروا بأمان في الإسطبل. And did not understand what was happening. What was happening؟ ولأنهم لم يفهموا ماذا يحدث في الخارج. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسوا الإجابة على الاختبار التقويمي الإلكتروني، الرابط أسفل الفيديو. أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.